السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نكتشفوا الجيل الثالث في ثاني سياره اس يو في بالنسبه للفولكسفاغن. الفولكسفاغن لا كرياسيون ديالها سنه 1937، تيغوان اول لونسمون ديالها كجيل الاول سنه 2007، الجيل الثاني 2017، الجيل الثالث اللي معنا اليوم في المغرب 2021. الفولكسفاغن تعتبر من اكبر شركات في العالم من بعد جنرال موتور، تويوتا، ما شاء الله استور كبير صناعة ألمانية وقوية في العالم. غادي نكتشفوا الموتوريزاسيون ديالها، نشوفوا الشكل الخارجي، نشوفوا جميع التقنيات وليزوبسيون بالنسبه للطوموبيل، ونشوفوا لي بري ديالها، ونشوفوا التسهيلات اللي تيكونوا بالنسبه لي كليون في المغرب. ما شاء الله طوموبيله واعره، تديفلوبات بزاف، كتخرج بثلاثه تاع الفئات: لايف، كارات، الاليغانس. موتوريزاسيون ديالها كتجي سبارك لا موتور تاع تي دي اي 2 لتر دي تي دي اي سيلندري، الفوليوم ديالها 1968 سنتيمتر كوب، البويسونس ديالها كتوصل حتى 150 شوفو اللي كيدير 3500 تور بار مينوت، الكوبل ديالها كيوصل 340 نيوتن متر اللي كيدير 1750 نيوتن تور بار مينوت، البويسونس فيسكال 8 اللي شوفوها الخوت، الكونسوماسيون ميكس 6.1 لتر، الريزرفوار كيهز 58 اترو. هذه في الفئه العاديه يعني ستاندر. الا خديتي الايرلاين اكيد تيكون بيتيربو 240، تيكون بويسون، تيكون قوي بزاف، شكل رياضي ورياضي بامتياز. هذا من ناحية اللي كيدير 500 نيوتن متر، يعني بويسونس كبيرة. هذا يلا في الشيكنيك ديالها، اجي نشوفو الشكل الخارجي ديالها. تيغوان الجيل الثالث بالمقارنة مع الجيل الثاني، تغييرات جذرية من ناحية لافاس ديالها، كالوندر ولات كبيرة بالمقارنة مع الجيل الثاني. ليزوبتيك ديالها ولاو بالاي كيو لايت ابتداء من الكاغات، كيجيو بالانتيليجنت لايت سيستم في فئه تاع الايرلاين. لي جونت كاينين تاع 17 وكاينين تاع 18. لي زيل ديالها مازال بومبي كيف ما كتشوفوا الجو بروجيكتور، جارين شويه البروفيل ديالها اللي كيعطيها لوك اغريسيف. لي روتروفيزور رابطابل الكتريك، لي فيتر ديالها داير عليهم بار كرومي، كذلك الايروديناميك حاضر في السياره اللي كيعطيها شكل رياضي. لا بار دو توا كرومي، كذلك لي فيتر ديالها كيجيو باك فومي ابتداء من الاليغانس. من الخلف ديالها عندك لي بروجيكتور، لي فواغيير ديالها كيجيو انتغري في الباب تاع الكوفر، كيجيو ديناميك سين ليمينوز ديناميك. كذلك عندك هنايا فورموشن سينيفيكاسيون تاع الموتوريزاسيون ديالها، مونوغرام تاع تيغوان، كذلك فيها من ناحيه لا سيكوريتي الكاميرا دو ريكول ولي غادار دو ستاسيونمون من القدام ومن اللور. اما باش يكونوا 360 كيجي اوبسيون في الفئه تاع الايرلاين، وكيجي اون كوموند حتى في هذه الفئه هذه. عندك الكفر ديالها كيهز تقريبا 440 اترو، فيه الاضاءه وفيه بريسا 12 فولت، وبامكانك تزيد في المساحه هذه حيت عندك لي بونكيت اغيغ غابطابل تقدر توصل حتى ل 1500. كذلك كيتسد الباب تاع الكفر ماليبر. وعندك من ناحيه الاكزوست ديالها من الفئه اللايف والكاغات كيجي في الكولور تاع الكاروسري، اما في الفئه تاع الاليغانس او الايرلاين كيجيو دوبل فلوكس ديشابمون كرومي وديزانسيغ كرومي حاضرين في السياره، باك كروم كاين. الطوموبيله من الباب ديالها كيف ما كتشوفوا هنايا بوني كرومي، عندك الكوموند تاع لي فيتر، عندك مساحه تخزين اضافيه، وبامكانك تيري الكوفر كذلك من الكونديكتور. سيستم سونوريزاسيون دابا نكتشفوه. لي سيج ديالها في الفئه الاولى ديالها كيجيو كونفور في هذا اللوك هادي، عندك فونكسيون لومبير وبامكانك تزيد الكرسي اللي قدام. من الكاغات حتى ديال الكاغات اللي عندنا الخوت اليوم، كوكبيت ديجيتال، الفولون ديالها ملتي فونكسيون كيجي 3 برونش كيجي اون كوير. كذلك عندك اكرون تاع 8 بوص فيها نافيغاسيون تاع المغرب، كذلك ميلتو فونكسيون كتكون اب لي زابليكاسيون كيتكونيكتاو سون فيل، كذلك الكليماتيزاسيون ديالها بيزون وفيها مساحه تخزين اضافيه في البواطاكون ديالها اللي كتجي فيها الاضاءه. عندك جوج تاع لي بريز يو اس بي تايب سي اوكسيليير كيتشارجا التليفون ديالك سون فيل. بوط فيتاس ديالها دي اس جي 7 تاع لي رابور، اكودوا سنترال فيه مساحه تخزين وكوب هولدر. ما شاء الله السياره بحال قلتي الايرلاين في الجيل الثاني، عندك محطوطه دابا في هذه السياره هذه في الفئه تاع الكارات. بزاف تاع لي زابليكاسيون، اول حاجه كتشوف النافيغاسيون تاع المغرب يعني ما تلفش جي بي اس، كذلك عندك بزاف تاع لي زابليكاسيون اخرين كتشوف بامكانك تشوف المانيو، كتشوف ليطا تاع السياره يعني، وكتكون فيغيغيها على حسب ليطا اللي راك فيها يعني الاوف، يعني الاوف رويد يعني الا كنت في لابيست او شي حاجه بحال هكا. بامكانك تسليكسيوني لي مود درايف انديفيديوال، سبور، ايكونوميك، يعني المهم على حسب
يعني شنو بغيتي نتايا من الموتور ديالك. 150 شوفو ما كافياش، خصها تكون تقريبا في 240 240 شوفو في الايرلاين اخوتي، غادي تكون واعره بزاف وغتكون قويه في هذا النوع تاع السيارات تاع الشكل ديال تيغوان. تيغوان هو واحد لومو كومبوزي بين تايجر والايغوانا. تايجر كلشي تعرف السبع، ياك السبع الخوت سمحوا لي الا غلط. الايغوانا هو واحد الحيوان زاحف تعيش في الصحراء، اللي كيعطيها الانطباع تاع الصبر والقوه، والتايجر اللي كيعطيها داك الانطباع الرياضي والقوي. هذا من ناحيه سيستم سونوريزاسيون كيخلق واحد البيت واعر بزاف وسط السياره. عندك كيف ما قلت لكم الاليماج اوتوماتيك ديال لي بروجيكتور ديالها، لوفيرتور ديال لي بورت ديالها ليبر، ديماراج حتى هو ليبر، يعني داكشي متجاوز ومديفلوبي بزاف في السيارات تاع تيغوان 2021 الجيل الثالث. هذا من ناحيه الاصدقاء ديالي. كوكبيت ديجيتال ديالها كذلك، هو كتشوف فيه كذلك لي طاد ديال الطوموبيل، بامكانك كذلك تشوف فيه لا كارت تاع المغرب. وكذلك عندك بوات فيتاس اوتوماتيك دي اس جي، يعني تديفلوبات من شركة تاع الفولكسفاجن. فولكسفاجن اللي كتشوف كيف ما قلت لكم هنايا كتسيليكسيوني لي مود درايف. فوالا هادو اهم الحوايج يعني تقنيه من ناحيه السياره. الطوموبيلات تديفلوبات بزاف، اجي نشوفوها من الخلف ديالها. كذلك عندك في الفئه ابارتير من الكارات، عندك كتشوف هكذا لي بونكيت ديالها جاو في هذه الفئه هذه. عندك لي زوفيكس من اجل تثبيت الكرسي تاع السلامه تاع الاطفال. كذلك عندك فيها جوج تاع لي سورتي ديال الكليماتيزاسيون بري تاع 12 فولت، وكيف ما كتشوفوا معايا هنايا داك لو بون ديال ترانسميسيون ديال الروايد اللورانيين ما كيديرونجيش حيت السياره فيها مساحه كبيره. وعندك كيف ما كتشوف هنايا توا بانوراميك كبير جايب من الكراسي الخلفيه حتى الكونديكتور اللي كيعطيك واحد لومبيونس واعره الخوت وسط السياره، حاجه واعره. سيستم سونوريزاسيون تمنيت عليه هوت بارلور مزيان في الطوموبيل بواحد الشكل اللي كيخليك تخرج على الهيت اللي كاين برا وكتعيش لومبيونس خاص وسط الطوموبيل. لي فيتر ديالها كيف ما كتشوفوا هنايا تانتي كيعطيك تعيش بريفايسي توتال. سبويل ديالها اللي تعطيها لمحه رياضيه ما شاء الله تيغوان تديفلوبات. البري ديالها الخوت اللي غادي نقول لكم دابا، تيغوان الخوت كتخرج بثلاثه على فيرسيون في لا ميزون، لايف والكارات والاليغانس. لونطري دغام كدير تقريبا 38 مليون، الكارات 42 مليون، الاليغانس 47 مليون. هذا في لافيش تكنيك ديالهم، يعني على حسب النيغوسياسيون، على حسب لي برومو، على حسب الشهر فاش غادي تجي نتايا، يعني غادي تقاد دي برومو ولا تقال بريفيكس كيف ما قلت لكم دابا. اكيد فمن هذه الناحيه هذه انا كننصح اي واحد ينيغوسيي ويطلب لي روميز ويطلب لي فاسيليتي اللي كاينين. شكرا.